جدعان الميربي كاردز دي اللي هي ورق ده بيبقى فكرته كده، انت بتقلب مثلا ورق بيبقى جاي لك سكان. بص بقى يا معلم، ده موبايلك، بنفتح الكاميرا تمام. وبس تحطها عند الكود كده يظهر لك ده، تقوم دايس عليه اخلاص. بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ اسمع الكلام، اي حاجه هتظهر هتعملها حتى لو كانت ايه. ده مش معنى انت الاول، انا الاول. ما انت بقى، ما هي كده، انا اللي جايب اللعبه وانا اللي شاريها وانا اللي اقول لك مين الاول. ماشي. اخلاص. نت عندك شغل، بيقول لك غني احساس وبصوت عالي وفخر حبيبي عاشق يا حر زي الطير. غني يا باشا. ما بلاش يا جدعان، غني يا باشا عم. غني يلا. ها يلا يلا مع بعضينا. حبيبي يا عاشق. الحكم خلص. طب يا جدعان اوريكم. خلاص بقى اصبر. المفروض ان انت برضه هتعمل كده، هتقوم قلب الكاميرا ومصور. الحكم اللي بعده بيقول لك يا اسلام الكاميرا اهي، بيقول لك نزل صوره اطفال واعمل منشن للكراش بتاعتك وقول لها ايه. قول لها الله حلوين قوي. اسلام كراشات كتير قوي يا جدعان. تمام. تبعتها للي مش هي اللي ساكنه فوق تحت هناك يمين شو كله. انتوا عارفين مين؟ طب يا جدعان انا عايز اقول لكم ان اللعبه دي جبتها النهارده من على ميربي كاردز. هحط لكم برده اسم البيج، سعرها 70 جنيه.